دلوقتي تقدر تشتري نسخه ويندوز اصليه من متجر سيتي كيو اوفر بسعر رخيص جدا زي ما انت شايف. وليكن مثلا لو انت عايز تشتري ويندوز 10 سعره $23، كل عليك بتضغط هنا على كلمه باي ناو، وهتلاقي في لك كوبون خصم بيعمل خصم 25% على سعر النسخه، يعني زي ما انت شايف سعرها $23 بيتحول ل $17. اما لو حابب تشتري نسخه ويندوز 11 بليه زي ما انت شايف سعرها $31، بعد ما بتضغط على باي ناو بتبدا انك انت تضيف كوبون الخصم ال 25% وتضغط هنا على ابلاي، بتحول سعرها من $31 ل $23. وبالنسبه للبرامج المكتبيه زي اوفيس 2019 فانت زي ما انت شايف سعره $64 بعد ما تضغط هنا على باي ناو، وبتبدا تضيف كوبون الخصم ال 25% سعره بيتحول من $64 ل $48. وسائل الدفع الموجوده على الموقع كتيره جدا زي الفيزا والباي بيل والماستر كارد وباي، تقدر ترفع بيهم بكل سهوله وتحصل على نسخه اصليه تكون عندك مدى الحياه، وبتقدر بعد كده بتحصل على سيريال بيفعل لك بيه نسخه الويندوز مدى الحياه، مجرد ما بتضيفه وتضغط على اكتف وزي ما انت شايف بتلاقي النسخه بعد كده متفعله عندك مدى الحياه حتى لو عملت فورمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم، حلقه النهارده باذن الله عن كيفيه تصطيب نسخه ويندوز 7 بالتحديثات الاخيره بطريقه سليمه وبطريقه مظبوطه. فتعالى مع بعض نروح لسطح المكتب وتعرف على كيفيه تثبيت نسخه ويندوز 7 باخر التحديثات عندنا على جهاز الكمبيوتر. يلا بينا. ودلوقتي تعالى مع بعض نسطب ويندوز 7 عندنا على الجهاز. اول حاجه محتاجينها ان يكون عندنا اليو اس بي اللي حارقين عليها ويندوز 7، ولو انت لسه ما حملتش ويندوز 7 او حتى لسه ما حرقتهاش على يو اس بي هتبص على الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي في الفيديو، هتشوف فيها شرح كيفيه تحميل ويندوز 7 اخر اصدار كمان كيفيه حرقها على يو اس بي. بعد ما بيكون عندنا النسخه على اليو اس بي نبدا ان احنا نركبها اليو اس بي عندنا في قلب الجهاز، وبعد ما ركبنا اليو اس بي عندنا في قلب الجهاز هنبدا نعمل اعاده تشغيل عشان نظبط الاقلاع من خلال اليو اس بي ونبدا نسطب ويندوز 7. تمام، وبعد ما ظبطنا الاقلاع من اليو اس بي هتبدا دلوقتي زي ما انت شايف النسخه تبوط معانا عشان نبدا ان احنا نسطبها. طبعا هتنتظر ثواني بسيطه وهتبدا تظهر لك دلوقتي الواجهه بتاعت اختيار اللغه. ودلوقتي اول خطوه هنقوم بيها في تصطيب ويندوز 7 وهي اعدادات اللغه. اول حاجه طبعا بتختار لغه النسخه، دي بتختار اللغه بتاعت النسخه، لو انت محمل النسخه بلغه منفرده بتظهر عندك بالشكل ده. بعد كده ثاني حاجه البلد، انا هختار العربيه المصريه، لغه البلد انا هختار العربيه المصريه بالشكل ده، وهنا هخليها عربيه 101. تمام كده، بعد كده هضغط هنا على نيكست، هضغط هنا على انستول ناو. الخطوه اللي بعد كده هوافق على الاتفاقيه، هحط علامه الصح هنا واضغط هنا بعد كده على نيكست. بعد كده هنا عندي ابجريد ولا كاستم، ابجريد ان انا هعمل ترقيه، كاستم ان انا هسطب نسخه من اول وجديد، هضغط هنا على كاستم. دلوقتي جاب لنا مرحله اختيار البورتيشن اللي هنسطب فيه نسخه الويندوز. هنفترض افتراضين، الافتراض الاولاني انك انت لسه الجهاز بتاعك جديد، الهارد بتاعك زي ما انت شايف عباره عن حته واحده بالشكل ده، عايز تبدا انك انت تقسمه، فهنقف عليه ونضغط هنا على الضغط بالشكل ده. هنبدا بعد كده نضغط هنا على نيو ونبدا نحدد المساحه اللي هيكون عليها بورتيشن السي. انا هخلي بورتيشن السي 100 جيجا، فاكتب واحد وجنبيه خمس اصفار واضغط هنا على ابلاي واضغط هنا على اوكي. هيبدا دلوقتي زي ما انت شايف عمل لي بورتيشن للسي، كمان عمل لي بورتيشن خاص بالسيستم. بعد كده فاضل عندي من مساحه الهارد حوالي 100 جيجا، هبدا ان انا اقسمهم، مثلا اخليهم بورتيشن واحد او بورتيشنين على حسب ما انا عايز. فانا هخليهم اثنين، هضغط هنا على نيو واكتب هنا 50 جيجا عباره عن خمسه وجنبيه اربع اصفار بالشكل ده، واضغط هنا على ابلاي. بعد كده هيتفضل عندي المساحه دي برده حوالي 53 جيجا، هعملهم بورتيشن كمان نيو واضغط هنا على ابلاي، وكده عملت عندي تقسيم للهارد. ده لو الهارد بتاعك لسه جديد. طيب لو الهارد بتاعك متقسم من الاول وكنت مسطب فيه نسخ ويندوز هيبقى عندك بورتيشن اس زي كده، هتحتاج انك انت تعمل له ديليت، ويظهر لك عندك بورتيشن كمان بتاع السيستم لو موجود عندك وظاهر هتعمل له ديليت. في بعض الناس مش هيكون موجود عندها بورتيشن السي فقط لا غير. وبعد كده هتبدا انك انت تعمل بورتيشن جديد، تضغط هنا بعد ما خلاص انت دلته وبقت مساحه فاضيه زي ما انت شايف سبيس، هتضغط هنا على نيو وتضغط هنا على ابلاي وعلى اوكي. حد هيقول لي طب ما عملتش ليه فورمات؟ الديليت افضل عشان خاطر يمسح لك جميع الملفات الخاصه بالنسخه القديمه. ومعلومه بالنسبه للناس اللي بتسال ايه فايده بورتيشن السيستم اللي بيتعمل اثناء ما بكريت بورتيشن السي، بورتيشن السيستم هو عباره عن بورتيشن بيظبط لك عمليه الاقلاع لو انت مسطب اكتر من نظام تشغيل على نفس الجهاز. يعني انت عندك مثلا جهاز سطبت عليه ويندوز 7 ويندوز 8.1 ويندوز 10 ويندوز 11 مثلا، فبيبدا ان هو يظبط لك عمليه الاقلاع لكل نظام تشغيل اثناء البدايه. كمان بيفيدك لو انت على سبيل المثال شغال على برنامج زي الفوتوشوب ومثلا حصل عندك انقطاع في النور فالجهاز قفل معاك، فلما بتيجي تفتح الجهاز مره ثانيه بيرجعك على كل حاجه زي ما كانت بالظبط. تمام كده عرفنا فايده بورتيشن السيستم، هنختار خلاص بورتيشن السي بالطريقه دي كده اهو، ونضغط هنا على نيكس. وهيبدا دلوقتي يجيب لنا عداد عباره من 1 لحد 100، وهيبدا الجهاز يعمل معاك اعاده تشغيل اكتر من مره، فانت بتسيبه لحد ما يخلص خالص، ما بتتدخلش في اي حاجه لحد ما يجيب لك الخطوه اللي بعد كده بيطالبك بيها. حاجه مهمه جدا حابب ان انا انوه عليها، في بعض الاجهزه وخصوصا الاصدارات القديمه، طبعا احنا بنسطب ويندوز 7 فاكيد في اجهزه كتير جدا معانا هتسطب عليها ويندوز 7، ففي بعض الاجهزه من الاجهزه القديمه بتحصل عندها مشكله ان هي بتبقى مثلا حارقه الويندوز على يو اس بي فلاشه، وبعد مثلا اثناء ما نسخه
بالسطة زي كده، بعد ما بتيجي تعمل اعاده تشغيل بيتفاجئ ان هو بيرجعه من اول خطوه تاني من البدايه، من اول بدايه التصطيب النسخه اثناء ما هي بتطلب منه اللغه. دي بتبقى مشكله عندك في الاقلاع، انت ممكن تحلها بحل بسيط جدا، هي انك انت مجرد ما الجهاز يعمل اعاده تشغيل ولقيت المشكله دي ظهرت عندك وجاب لك النسخه من بدايه تصطيب النسخه تاني، تبدا تخلع اليو اس بي وتقفل الجهاز وتفتحه مره تانية، واثناء ما بيظهر الشعار بتاع ويندوز 7 في البدايه هتبدا تركب اليو اس بي، هيبدا يكمل معاك من الخطوه اللي كان واقف عليها. اذا عرفنا لو واجهتنا المشكله هنقفل الجهاز خالص وبعد كده هنخلع اليو اس بي ونبدا نشغله من غير ما احنا نكون مركبين اليو اس بي، وبعد كده اثناء ما بيظهر الشعار بتاع الويندوز هنركب اليو اس بي وهيكمل معانا من الخطوه الاخيره اللي كان موجود عليها. تمام، زي ما انت شايف العداد بدا يعد، هنسيبه زي ما قلنا يكمل لحد الاخر ويعمل اعاده تشغيل ويجيب لنا الخطوه اللي بعد كده. تمام، وبعد ما الجهاز عمل اعاده تشغيل اكتر من مره في المرحله دي يبدا يطالبنا ان احنا نعمل اسم للجهاز بتاعنا. بعد ما بنكتب الاسم بنضغط هنا على نيكست. بعد كده لو انت عايز تعمل باسورد للنسخه عندك فانت بتكتب الباسورد هنا في الخانه الاولانيه وبعد كده بتاكد الباسورد بالخانه الثانيه، وبعد كده بتبدا تضيف اي كلمه عشان خاطر لو نسيت الباسورد تقدر تفتحه من خلالها. انا هتخطى العمليه دي، مش عايز اعمل باسورد. انت لو عايز تعمل الخطوه دي اضغط هنا على نيكست. طبعا هنا زي ما انت شايف هيبدا يطالبك انك انت تضيف سيريال للنسخه، لكن عندك برضو خيار سكيب هنا او تخطي انك انت ما تضيفش سيريال للنسخه دلوقتي، اضغط هنا على سكيب. بعد كده هنا نوع الحمايه خليه على اعلى حاجه اللي فوق. هنا بالنسبه للتوقيت لو انت لقيت التوقيت مختلف ولا حاجه ممكن تقدر تظبطه عندك جميع الدول هنا بالشكل ده كده، لكن هو هيجيب لك مثلا تلقائي زي ما انت شايف. انا هنا كايرو فعلا ونفس الوقت جايب لي الوقت بالظبط فعلا الساعه 11:48 دقيقه. اضغط هنا على نيكست. بعد كده هنا بيقول لك نوع الحمايه للشبكه ذات نفسها، هل الجهاز ده في قلب البيت، في قلب الشغل، في مكان تاني. انا اقول له ان هو في قلب البيت، ماشي بالشكل ده، اختارها كده بالشكل ده. انت لو الجهاز ده عندك موجود في قلب العمل ممكن تختار شبكه العمل، اختار بالشكل ده وانتظر لحد ما يجيب لي المرحله اللي بعد كده. تمام كده احنا خلصنا مراحل التصطيب كلها، وهيبدا يفتح معانا الويندوز دلوقتي في خلال ثواني بسيطه. خلاص ويلكم، وهيبدا يفتح الويندوز معانا. تمام كده خلاص الويندوز فتح معانا، وتقدر دلوقتي انك انت تستخدم الويندوز بكل سهوله. خاطر مش بكل سهوله ان نثبت نسخه ويندوز 0 عندنا باخر التحديثات. يا رب كل حلقه عجبتكم وكل استفدتوا منها، يا ريت نشاركوا في الشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.